المنفرد. أعتقد النقابات المستقلة بدأت قبل الثورة بثلاث سنين، لأن الميلاد الأكبر ليها تم أثناء الثورة وبعدها، ودي أنا بعتبرها أولى مواليد الثورة، أولى محاولات البناء من أسفل لمجتمعنا المحوري من حق التنظيم النقابي والسياسي. وأنا بعتبر وأعتقد وكثير من المشاهدين والمتابعين ان التجربه قبل الثوره يعني قلنا اشكال شكل الاحزاب واشكال شكل النقابات واشكال تشبه منظمات المجتمع المدني، كانت التدخلات العنيفه من الاجهزه والخشن والنعم احيانا والتدخلات الامنيه كانت بتحد من نشاط منظمات المجتمع المدني كلها بلا استثناء. بعتبر خطوه اقامه نقابات مستقله لفئه حرمت من هذا الحق طويلا بعد ان تم مصادره وتأميم تنظيمها النقابي لصالح النظام، انا بعتقد دي اولى خطوات بناء المجتمع المصري من اسفل. احنا اذا ما دخلنا على مساله الدستور، احنا اصلا بنعاني من مشكله اصلا قانونيه، احنا انشانا نقابتنا وشاركنا في صياغه قانوننا ومنع مرتين، الاولى من خلال المجلس العسكري، الثانيه من خلال البرلمان، ومؤخرا في محاوله لوقت التجربه بالكامل، واحنا كنا نصدرها وبرضه التضامن معنا في الموقف دوت، لان في محاوله ايضا لتحويل النقابات من وصايه الحزب الوطني الى وصايه اخرى، واحنا رافضين هذا الكلام وهنواجه كل الصور زي ما واجهناه بالظبط ايام مبارك. مش ما فيش فرق ابدا عندنا، لان ما كانتش خصومه شخصيه اصلا ولا خلاف شخصي مع رئيس مبارك ولا مع الحزب الوطني، لا ده موقف مبدئي هنقاومه ايا كان شكل ولون اللي عايز يسيطر على التنظيم النقابي. احنا لنا وجهه نظر في مساله الدستور، اولا احنا واسف ان انا اعلن عن موقف مسبق، نحن ندعو قواعدنا وزملائنا بالتصويت لا لهذا الدستور، ومنطلقنا ده لعده اسباب. نمره واحد، ان هذا التشكيل ده خلوا من اي تمثيل لقوى المجتمع، واحنا بنعتبر ان اصحاب المصلحه الحقيقيه في هذه الثوره هم العمال والفلاحين. ومع تقديري واحترامي لكل القوى التي استفادت من الثوره، سواء بالظهور على الشاشات التلفزيون او بتولي مواقع القياده والدخول في قوائم الحكم بديلا عن قوائم الاعتقال، اما ننزل تحت القوى الشعب العامل، انا تقديري لم يصل الي حتى الان قطار الثورة، بالعكس نحن نعاني من الآثار السلبية التي نجمت عن المرحلة الانتقالية أو الانتقامية اللي تلت الثورة، ولم يصل إلينا أي من حقوقنا، بالعكس تم انتقاص كثير من الحقوق المكتسبة تاريخياً حتى التي اكتسبناها أيام الاحتلال، وأولها الحق في الإضراب الذي يراوح بين الإلغاء والتحليل، بين الموقف إذا كان الإضراب في صالح قوة بعينها يبقى إضراب عظيم جدا وشريف ونأيده ونهلل ليه والتلفزيون والإعلام يتكلم عنه بشكل محترم، إذا كان إضراب مختلف يبقى فئوي وعناصر أجنبية وأيدي خفية، وأنا أهيب بالإعلاميين الموجودين إنهم يصححوا عند الناس هذه المفاهيم. مفيش إضراب عبر التاريخ كان حد بيعمله مبارك، ولا ثورة حد بيعملها مبارك. الانقلابات ممكن تصنع من الخارج وتدبر المؤامرات، شفنا في شيلي في سلفادور اللي انت شفنا في مواقف في بلاد كتيرة، ممكن يعني أجهزة وأمنية وغيره واستخبارات توقع ثورة، إنما ما شفناش حد يقدر يعمل ثورة في بلد. الثورة بوعدها الشعب وبوعدها التقدم وبوعدها ما حدش يقدر يصدق ثورة ولا يصنع ثورة في بلد. عوامل الثورة بتكون عوامل داخليه اصلا. وايضا الاضراب في اي موقع ما حدش يقدر مهما كانت كفاءته وقدرته على التحليل، ولا ادعي ان انا من المحاورين، لا استطيع ان انقل الاضراب من مكان لمكان. الاضراب تاتي اسبابه من عوامل كامنه داخله يشعر بها اعضائه ويتصدى. ده الاضراب اللي بيتصور ان ده عمل خارجي وبيحاول يمنعه ويحد منه تشريعات سواء المرسوم بالقانون اللي صدر بتجريم الاضراب والناس ما بطلتش، او بمحاولات البعض زي ما الاتحاد الرسمي قدم
مبايعه للرئيس محمد مرسي، وقال ان احنا هنوقف الاضرابات لمده سنه. وانا قلت الاخ اعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، هم لا يملكون اصلا. واحنا هم لو ضمينا على بعض عشان نقول ما فيش اضرابات في البلد مش هنقدر نوقفها. وهم لا يستحق هنا، الاستحقاق هنا مش استحقاق هو كاصوات وصناديق ماليش دعوه بحصل. اقول الاستحقاق هنا حواجب تنفيذ اهداف الثوره التي اتت به الى هذا الموقع بديلا عن زنازين السجن. فاحنا مقدما استبعدنا من تاسيسيه الدستور، واستبعاد مش فقط افتراضي ان لم تمثل، لا، من مثل منا وكان موجود في المرتين في تاسيسيه الدستور تم شطهم وتم عمل قائمه، تم التلاعب في قائمه وزعت ليله التصويت بالاسم. انا عايز تأمين المحاوره، انت دلوقتي خدت 6 دقايق، احنا عايزين نتكلم معاك تاني، عايزين نسمع بعضنا شويه. طيب. انا بس دي محاوره احنا شاركنا فيها مع زملاء لينا للمشاركه في الدستور. قدمها لنا كان معانا نظيف الفلاحين الاسبوع اللي فات، كان معانا كل الممالك بيومي وعمك عبد المجيد قوي وعبد المجيد كان يجي دلوقتي. ايوه انا عارف، يعني المقصود احنا متابعين لامركم متابعه جدا. انا بس عايز اعقب تعقيبات اوليه سريعه على بعض الحاجات قلتها قبل ما، يعني انت كنت تتوقع قلت ان احنا نواجه حمله شعار، وانا تقديري ان ده في غير المحل، لن نواجه شيئا ما دام كل المصريين مدعوا لهذه المحاوره. لا، ليس هذا عملا لا حزبيا ولا فئويا، لا، نحن الجبهه تتسع لكل المصريين والكل مدعو لها، ونحن لا نقصي احدا. اللي بيستجيب اهلا وسهلا، اللي ما استجابش النهارده، اللي ما استجابش النهارده بيستجيب بكره، انت لسه جاي النهارده، لكن احنا داعينك بقالنا ما اعرفش كام شهر، 6 اشهر على الاقل. لا اللي اقصده احنا لا دعوتنا، انا رحت مع الاتحاد بتاعكم مرتين على الاقل قبل 6 اشهر او 8، والاجتماع بتاعنا مضطرد، فانا لا ارهب. دي نقطه. بعقب على حاجه ثانيه، انت دايما الاداء ارث المراحل القهر والاستبداد هي في الموقف رد المعاهد مرفوض مشبوه. وانا ارى ان علينا اليوم ان نبادر بابداع وصياغه مستقبلنا. اللي بيشتغل ما نقدرش نلومه، اللي بيتخلف عن عمل ده هو اللي بيسجل عليه عجزه او تخلفه او غيره.